اهلا بحضراتكم مره تانية. نبتدي الحديث عن كاس العالم والمباريات اللي اتلعبت واللي بتتلعب واللي هتتلعب كمان النهارده وخلال الايام القليله جدا المقبله، ويمكن المباراه الابرز اللي بتقام في هذه اللحظات ابتدت الساعه 5 ما بين فرنسا وبولندا في الدقيقه 31، تعادل سلبي بدون اهداف، ويقال ان جيرو ضيع هدف ما يضيعش. لكن خلينا نقرب تحليليا للمونديال بشكل اكبر من خلال محمد بشاري المحلل الفني والرياضي المميز جدا، ونتكلم معاه عن رؤيته الفنيه لبطوله كاس العالم قطر 2022. يا بشاري مساء الخير. مساء النور، ازيك يا امير؟ اخبارك يا بشاري؟ كله تمام يا بشاري؟ مساء كله الخير. تمام، تحياتي ليك ولكل متابعي مشاهدي قناه اخبارك النادي يا الاهلي. بشاري؟ كله تمام. لو انت معلي التلفزيون عندك او حاجه وطي يعني عشان الصوت بيتكرر، او لو معلي انت معلي التلفزيون عندك السبيكر او حاجه عندك او وطي حاجه يعني عشان الصوت كده بيتكرر احسن. او معلي السبيكر تمام. المهم خلينا نتكلم في كاس العالم وتقييمك للبطوله حتى الان، لان يعني مباريات قويه جدا وشيقه للغايه ومستوى فني اعتقد ان هو مميز، لكن اكيد من خلال رؤيتك ومتابعتك وتحليلاتك للبطوله اكيد بتقيمها بشكل قد يكون مختلف، يعني فرايك لكاس العالم فنيا طبقا للمباريات العديده اللي اتلعبت لحد دلوقتي. دي رأيك بطولة لكأس العالم المفاجآت، لو فنيا عايزين طبقا ناخد للمباريات عنوان العديدة اللي البطولة اتلعبت لحد دلوقتي؟ هي بطولة المفاجآت. أنت عندك دلوقتي أي حد ممكن يكسب أي حد، بغض النظر عن التصنيف، بغض النظر عن القارات، بغض النظر عن أي حاجة. قبل كده كانت بطولات كأس العالم ممكن تلاقي مفاجأة، ممكن البرازيل تتعادل، ممكن الأرجنتين تتغلب، ماتش هنا ماتش هناك، فريق يوصل حصان أسود في دور الثمانية، حاجة زي كده. لكن البطولة دي كلها مفاجآت. أنت عندك ألمانيا بتتغلب من اليابان، اسبانيا بتتغلب من اليابان، بلجيكا بتتغلب من المغرب، فرنسا بتتغلب من تونس، برازيل من الكاميرون. فبطولة الحقيقة ممتعة وفيها كورة جميلة وفيها كم هائل من المفاجآت، ومفيش أي حد يقدر يتوقع أي حاجة. والسعودية طبعا والأرجنتين بدأوا سلسلة المفاجآت. طيب لكن فنيا يعني بطولة ممتعة ولا انت بتشوفها في بطولات كأس عالم اتلعبت قبل كده اكثر امتاعا يعني؟ واحدة بس، هدف عكسي واحد بس، المستويات كلها متقاربة. في طبعا أسباب نفسية وأسباب تكتيكية للظهور بالشكل ده في البطولة دي. أنت عندك الأسباب النفسية دلوقتي، دي أول مرة تقام بطولة في دولة عربية، تاني مرة تقام في دولة آسيوية. فأنت شايف المنتخبات العربية بتقدم أداء مميز جدا، زي السعودية، زي تونس، زي المغرب، زي ما قلنا كلهم كسبوا فرق من التصنيف الاول، من الصف الاول يعني، وادوا وفوز عن استحقاق الحقيقه كلهم. مشاركات اسيويه ممتازه جدا، عندك 3 منتخبات اسيويه تاهلت لدور ال 16، عندك استراليا، اليابان بمفاجات مدويه الحقيقه، وكوريا الجنوبيه كمان فازت على البرتغال وتاهلت تاني مجموعتها. عندك منتخب عربي افريقي زي المغرب بيقدم مستويات قوية جدا. طب بشار انت سامعني كويس؟ ايوه سامعني صح؟ امير معايا. طيب بشاري انا كنت عايز اسالك على المنتخب الابرز اللي ممكن ترشحه للفوز ببطوله كاس العالم بعد ما شفنا تقريبا كل المنتخبات لعبت اكيد، يعني شفنا الدور الاول بالكامل وكمان شفنا مباراه اولى او مباراتين امبارح في دور ال 16، مين المنتخب اللي بترشحه بشكل اكبر للفوز ببطوله كاس العالم؟ البرازيل دايما اسم ومرشح دايما دائم يعني للفوز بكأس العالم. البرازيل وفرنسا تحديدا قدموا مستويات قوية، رغم انهم اتهزموا في مباراتهم الأخيرة في المجموعة، لكن هم ما كانوش بيلعبوا على حاجة، كانوا بيلعبوا بالصف الثاني كمان. وكان المنافس بتاعهم تونس والكاميرون فرق قوية برضو، وبتلعب على هدف معين محدد ان هم يكسبوا عشان يتأهلوا. فشايف ممكن البرازيل او فرنسا يقدروا يوصلوا لكأس العالم او المباراة النهائية. لكن طبعا البطولة دي علمتنا ان مفيش اي توقعات خالص، مفاجآت ممكن تحصل من اي فريق. طيب الارجنتين ما بترشحهاش ابدا يعني؟ ممكن الارجنتين تكون في الصوره بعد ما بنشوف الانتصارات المتتاليه بعد الصدمه اللي خدوها في الاول قدام السعوديه، وفي نفس الوقت برضه عايز اسالك سؤال تاني بخلاف الارجنتين، هو هل انت استكشفت بعض الطرق الجديده للعب في بطوله كاس العالم وبعض الافكار من بعض المدربين ولا لا؟ بالظبط بالظبط. نتكلم الاول على الارجنتين. الارجنتين طبعا بعد المفاجاه والصدمه زي ما احنا بنقول اللي خدتها من مباراه السعوديه، والحقيقه السعوديه فازت عن استحقاق،
طبعا في المباراه دي باداء تكتيكي وروح بطوليه كبيره جدا، ويمكن ما توفقوش في التاهل لدور ال 16 بتفاصيل بسيطه جدا في ماتش بولندا او ماتش المكسيك، لكن الارجنتين بتزيد في البطوله، بتتحسن في البطوله. ميسي نفسه طبعا هو عامل الفارق، حتى شفنا امبارح مباراه الارجنتين واستراليا، لولا ميسي كنت يعني مباراه عاديه جدا بين فرقتين متقاربين المستوى. ميسي دايما بيصنع الفارق بتسديده بتمريره، وميسي دلوقتي بيحطم رقم حتى مارادونا طبعا اسطوره الارجنتين، عداه ب9 اهداف وبيتعادل معاه في صناعه اللعب وبعض الاحصائيات في كاس العالم. ده بالنسبه للارجنتين. طبعا الارجنتين تقدر توصل للارجنتين، بس المشكله او المفاجاه ان هي هتلاقي بالبرازيل، لو بالضبط الاثنين تاهلوا في دور الاربعه فاللي هيكسب منهم هيوصل النهائي. فرنسا وانجلترا احتمال برضو يقابلوا بعض دور الاربعه اذا انجلترا تخطت السنغال النهارده. فطبعا فرنسا والبرازيل والارجنتين دول كلهم مرشحين، لكن يمكن البرازيل ليها حظوظ اكبر نتيجه الجماعيه والسكواد الكامل عند البرازيل. نرجع طيب للاسباب التكتيكيه او طرق اللعب الجديده يمكن، او اللي مركزين عليها المنتخبات. انت عندك ليه خلينا نقول المستويات متقاربه جدا، هي نسخ متطوره من فرق زي اسيا وافريقيا. أكيد عندك التكنيكاليتي بتاعت اللعيبه، اليابان والمغرب والسنغال هم لعيبه محترفين كلهم في اوروبا. عندك في اليابان دلوقتي 19 محترف من ال 26 كلهم في المانيا، نصهم في المانيا 19 مدربين شجعان زي مدرب اليابان زي مدرب المغرب وليد الركراكي. في نقط مهمه جدا الفرق بتلعب عليها، الكرات الثابته. الكرات الثابته انت شفت هدف المغرب في بلجيكا من كره ثابته ادى ادفانتج للمغرب وسجلوا منها، هدف اليابان في المانيا كمان كره ثابته، هدف تمام السنغال اللي اهل الاكوادور اللي اهل هدف كوليبالي اللي اهل السنغال على أكيد الاكوادور أكيد كمان من كره ثابته. ففي انماط دفاعيه مشتركه للفرق، وفي مرونه تكتيكيه كبيره جدا، تمام رفع خط الضغط في الشوط الثاني ومفاجاه الخصم من فرق تعتبر ان هي اقل في المستوى، لكن قدرت ان هي تفاجئ فرق كبيره جدا في أكيد المنتخب. يا بشاري، أنا بشكرك شكرا جزيلا. محمد بشاري المحلل الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا في الجانب الفني متعلق ببطولة كأس العالم. لحد دلوقتي التعادل لسه سلبي ما بين فرنسا وبولندا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل.